فلسنا في حيرة، مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أغنانا الله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبفهم أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان لكتابه وسنة نبيه، عن كل فكر وعن كل نظر وعن الفلسفة والكلام وعن شخشقة البيان، إذ الحق واضح لائح لا يشتبه وعليه نور ويهدي الله إليه من يشاء. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق الحقيقي بالاتباع والصراط المستقيم، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.